ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شباب، رجعتكم مقطع جديد، وهذا المقطع راح أتكلم فيه عن الحلقة 1000 من ون بيس. وش توقعنا عن الحلقة 1000 من ون بيس؟ يعني كلنا متحمسين لهذه الحلقة، وش بيصير فيها، وش الأحداث اللي راح تكون موجودة. طيب خلنا نشوف وشو. فكتبت سيناريو وراح أقوله لكم إن شاء الله. فبسم الله نبدأ. تبدأ الحلقة بتصادم طاقم لوفي بطاقم كايدو القوي جدا بأرض لوفي بعد هزيمة لوفي للبيج مام واستولائه على أراضيها. يتقاتل طاقم لوفي مع طاقم كايدو وهو بأشد الجراح بعد هذا القتال العظيم مع البيج مام. يتجه كايدو غاضبا جدا بجهة لوفي، ويقف أمامه جيمبي وزورو وسانجي. يرى كايدو زورو ويقول: أنت من قمت بسلب أرض وانو من أتباعي. يضحك زورو ويبدأ الهجمة، وفجأة صرخة عالية جدا من لوفي يقول: توقف يا زورو، هذا ليس قتالك. يهجم لوفي على كايدو، وينطلق القادة الثلاث التابعين لكايدو بالهجوم، ويتصدى لهم جيمبي وزورو وسانجي. بعد قتال دام جدا يقع سانجي بعد ضربة قوية جدا. جيمبي يقف بصعوبة، زورو غارق بدمائه، لوفي بالكاد يستطيع الحراك. يحمل كايدو لوفي لقتله، وفجأة تبدأ السفن بالتكسر بشدة. فيلتفت كايدو يمينا ويسارا، ماذا يحدث؟ طاقم كايدو مستغرب لماذا سفنهم تتكسر، ويجدون سفينة قادمة من بعيد. فجأة يجدون طاقم شانكس قادم لهم، ويرى كايدو شانكس ينظر إليه بغضب شديد. كان سبب قدوم شانكس هو تهنئة لوفي بأنه أصبح أحد اليونكو الأربعة، ولكن وجده بهذه الحالة الكسيفة المحزنة. وهنا تنتهي الحلقة بحماس شديد من المتابعين، ومن ضمنهم أنا بما أنني تحمست بكتابة هذا السيناريو. قل لي أنت صاحبي، هل أعجبك هذا السيناريو أم لا؟ اكتب لي تحت، الله لا يهينك. ولا تنسى اللايك، سبسكرايب، نشر مقطع في كل مكان. وهذه هي الحلقة 1000 التي أنا كتبتها. يعني أنت اكتب وش رايك، يعني وش الحلقة اللي انت تتوقعها راح تكون الحلقة 1000 من ون بيس؟ اكتبها لي تحت في التعليقات، وانا راح اقرأ كل تعليقاتكم، ومتحمس صراحة للسيناريوهات اللي انت تبون تجيبونها. لا تنسى انك تنشر المقطع هذا وتعطيه كل انسان عندك في الحياة.